اهلا بيكم. النهارده هنشرح درس طول عمود مرسوم من نقطه الى خط مستقيم. ده درس سهل جدا. عندنا مثلا في الرسمه دي بيقول لنا ايه؟ طول عمود مرسوم من نقطه س وص، دي النقطه س وص فوق اهي، الى الخط المستقيم الذي معادلته ا س زائد ب ص زائد ج يساوي صفر. ادي ده الخط المستقيم ودي معادلته. يتعين من العلاقه لام يساوي مقياس لام، ده اللي هو اختصار طول العمود، مقياس أ س زائد ب ص زائد ج. أ دي اللي هي هو مديها لنا هنا اللي هو معامل س، و ب ده اللي هو معامل ص، لكن س و ص دول هو حجمهم منين؟ اللي هما بتاع النقطة بتاع المستقيم اللي هو نازل على المستقيم ده عشان يعمل عمود. زائد ج دي اللي هو رقم المدلة في الآخر، على جذر أ تربيع زائد ب تربيع اللي هو جذر مربع مجموع معاملي س وص. وبكده ناخد ملاحظات. وبيقول لنا إذا كان طول عمود يساوي صفر فالنقطة تقع على مستقيم، يعني لو كان الناتج ده كله بصفر تكون النقطة اللي هي س وص موجودة على المستقيم فميبقاش فيه عمود. تاني حاجة، طول عمود مرسوم من نقطة أصل يساوي مقياس ج على جذر أ تربيع زائد ب تربيع. ليه بقى؟ عشان هو مرسوم من نقطة أصل اللي هي صفر وصفر، فصفر في أي حاجة بصفر فمش هيبقى فيه أ س و ب ص، فيبقى على طول ج بس اللي هو الرقم اللي بيديهولنا في المعادلة. تالت حاجة، طول عمود مرسوم على محور السينات يساوي مقياس ص، ومرسوم على محور الصادات يساوي مقياس س. خد بالكم من المقياس عشان يطلع على طول طول عمود بموجب. مثال، أوجد طول عمود مرسوم من 3 و5 إلى الخط المستقيم. خد بالكم دي هي س وص، الخط المستقيم الذي معادلته 3 س زائد 4 ص ناقص 5 يساوي صفر. نحلها ازاي؟ بالقانون على طول نعوض فيه. القانون بيقول ايه؟ مقياس أ س زائد ب ص زائد ج على جذر أ تربيع زائد ب تربيع يساوي مقياس، نضرب 3 في 3. التلاتة الأولانية دي بتاعة المعامل، والتلاتة التانية دي بتاع س اللي هي النقطة، زائد 4 اللي هي بتاعة المعامل في 5 زائد -5 على جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع، 3 اللي هي بتاع الألف و4 تربيع اللي هي بتاعة الب. فنعملها على الآلة الحاسبة كلها يطلع لنا بتقريبا 4.8 وحدة طول. مثال 2 بيقول لنا ايه؟ اوجد طول عمود مرسوم من النقطة ألف اللي هي 2 و4 إلى مستقيم المربع بالنقطة -2 و0 وميله 5/6. احنا هنا جايب لنا الميل والنقطة. طب احنا ازاي نجيب طول عمود من غير عارفين المعادلة؟ اول حاجة زي ما خدنا في الدرس التاني بيقول لنا احنا هنجيب المعادلة من النقطة والميل، كان معادلة الكارتيزية. هو جايب لنا هنا اهو معادلة المستقيم مربع بالنقطة ب اللي هي -2 و0 وميله يساوي 5/6، معادلته الكارتيزية. نبدأ بص اللي فوق، ص ناقص صفر اللي هو رقم اللي مديه لنا، على س زائد 2 اللي هو ده عشان هو المفروض كان يبقى سالب، بس عشان دي سالب في سالب فيطلع لنا بموجب. بعد كده نعمل مقص هيطلع لنا المعادلة بخمسة س ناقص 6 ص زائد 10 يساوي صفر. نعمل القانون عادي جدا، فطول عمود ونكتب أرقام ونعوض فيها، يطلع لنا بأربعة على جذر 61 وحدة طول. خد بالك احنا هنا بنكتب وحدة طول، لا منكتبش مثلا سنتي أو متر أو أي حاجة، عشان احنا مش محدد لنا هنا في المسألة، فنكتب وحدة طول. أما مثلا لو كان هو عايز مساحة أو حاجة كده، نكتب وحدة مساحة، وحدة حجم، أي حاجة يعني زي ما هو عايز. وكده يكون درسنا خلص النهاردة، وناخد مراجعة سريعة عليه. القانون الأساسي بتاع طول عمود بيقول لام يساوي مقياس أ س زائد ب ص زائد ج على جذر أ تربيع زائد ب تربيع. الأ دي اللي هي معامل الس في المعادلة، والب دي بتبقى معامل الص في المعادلة. أما الس المكتوبة هنا في القانون والص المكتوبة في القانون ده بتاع النقطة اللي هي نازل منها العمود. ملحوظات، واحد بيقول ايه؟ طول عمود يساوي صفر لما يكون طول عمود بصفر، يبقى النقطة على المستقيم مبقاش فيه عمود.
لما طول العمود من نقص اصل نجيبه منين؟ من القانون ده، مقياس ج على جذر أ تربيع زائد ب تربيع. لما يكون العمود على محور سينات طوله مقياس ص بس، أما لما يبقى عمودي على محور الصادات يبقى طوله مقياس س. دي تمارين على الدرس. أول تمرين بيقول إيه؟ عمود من نقطة الأصل على المستقيم الذي معادلته س تربيع زائد 5 ص يساوي 6، أوجد طوله. تاني حاجة عندنا رسمة أهي، بيقول لنا إيه بقى فيها؟ ج في نقطة 4 و4، أ في نقطة 2 و0، و ب في نقطة 5 و0. من الشكل أوجد طول العمودي من ج على أ ب. عايزين طول العمودي من ج على أ ب اللي هو اللي تحت ده. ومعناه فهم، نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.